بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله الحديث هيكون بطبع مختلف شوية. راح نحكي في موضوع الإديتور. الإديتور ده بيكون آخر حاجة أو آخر أوبشن من ضمن الأوبشنز المتاحة في الأبيرنس. من تاني أنا يعني مش عارف كم مرة قلت النقطة دي ومش عارف أكررها كم مرة. موضوع الكنترول في الابيرنس بيتوقف على الثيم اللي انت مطبقه في قلب ووردبريس. يعني مش شرط تلاقي كل الكلام اللي موجود عندي في ثيم تاني. يعني احنا كمان شوية ان شاء الله بإذن الله في الاند بروجكت بتاع الكورس ده هنلاقي ان احنا نستخدم ثيم مختلف، والثيم ده هيدينا فيتشرز مش موجودة في 2011 اللي هو الثيم اللي احنا بنحكي فيه دلوقتي. طيب الإديتور ده بيعمل ايه؟ الإديتور ده بمنتهى البساطة بيدي لك الكنترول انك تستايل في ملفات السورس كود او ملفات الكود تبع ووردبريس. حلو الكلام. طيب خلونا نحكي في نقطه كده صغيره نعمل كولابس للمنيو علشان ما نتشتتش. انا عندي الشاشه دي مقسومه لنصين وعايزك تركز معايا شويه. فوق كده مكتوب 2011 ده الثيم اللي انا شغال عليه، وانا بعدل في ملف الستايلز ستايل شيت، ملف اسمه ستايل دوت سي اس اس، ده المين ستايل للناس اللي ماشيه معانا في التوتوريال او الناس اللي ابتدت متاخره او الناس اللي سبيسيفيك متوجهه لها الكورس على وجه التحديد. الشاهد ديت ملفات السي اس اس، ده ملف الجلوبال ستايل اللي بيتكتب فيه كل ملفات الستايلنج، ها ملفات اليو اي، ملفات الانترفيس. من تحت على اليمين بيقول لي ماشي سيلكت ثيم تو اديت، انت عايز تمنتج على انه ثيم؟ طبعا الثيمات ديت هي الثيمات اللي موجوده عندي في مكتبتي، ها الاديوكيشن 1 والسبيكيوليت و2011 و20 الكلام وامبيش، الكلام ده اللي موجود عندي. طبعا لو انا حذفت حاجه انا مش هلاقيها موجوده، او ايا يكن حتى لو كنت حذفته فده الصدى بتاعه يعني. تمام رايت اوكي. هلاقي ان الشاشه مقسومه نصين، نص على اليمين وانا اسف نص على الشمال ونص على اليمين. تمام اوكي جميل. النص اللي خلينا في النص اللي على الشمال، ها النص اللي على الشمال ده يا جماعه دي ملفات دي ستور برمجيه. تمام كده، وده كان خاص بالملف اللي انا فاتحه، ملف الستايل دوت سي اس اس. طيب يعني انا مش بصدد اني اوضح بالظبط ايه الموجود هنا، وان كان بمنتهى الدقه والبساطه والوضوح اساسا الكورس ده مبني علشان احنا ان شاء الله باذن الله في خلال يعني الكورسات المستقبليه هنحاول نشتغل احنا اور اون ثيم على قلب ووردبريس. يعني اساسا الكورس ده موجود كسلمه يعني علشان لما نيجي نبني الثيم نبقى فاهمين القصه ماشيه ازاي. فانا يعني هنمشي بالكلام دايت ونفهمه كويس خالص، وكده كده اوريدي احنا يعني اشتغلنا على الكلام دايت قبل كده يعني، بس كان لازم يكون في ايه زي استبداية نفهم يعني ايه ووردبريس والكونتنت والمحتوى ويعني ايه ابيرنس والكلام ده علشان ما نيجي نبني الثيم بتاعنا احنا بنكهتنا احنا برؤيتنا احنا بفلسفتنا احنا نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط يعني. طيب انا مش هوضح كل حاجه في الكلام ده، طبعا ميتا وده وسوم ملكيه، دي مكتبات الريست، الناس طبعا اللي اشتغلت معانا في كورسات سي اس اس تفهم شويه. دي التاثيرات دايركت ليه، وبعدين هتلاقي داخل على بعد ما خلص الريستات داخل على التيبل، وبعدين داخل على الاستراكشر، وهتلاقي فيه مثلا حاجات خاصه بالاونلاين منتات سمبليفاي، بعدين هتلاقي داخل على الجلوبال، بعدين هتستخدم الميديا كويري علشان هو ريسبونسيف اهو جلوبال، وداخل على البادي ومشتغل شغال ستايلات. يعني هو كده دي سطور سي اس اس بمنتهى البساطة. لو انت كنت مركز في اللي انت بتعمله وتفهم كويس انت عايز تعمل ايه، الامر بسيط جدا، عدل في القيم زي ما انت عايز واعمل سيف ابديت، والابديت من تحت كده بعد ما تخلص الامر ده اعمل ابديت وعادي اللي انت راح تطبقه دايركتلي راح يتعدل. بقت الروعة ووردبريس. انت ممكن تمنتج في الهود لو انت كنت عارف بالظبط انت بتحدد انت بتغير في قيم مين، وموضوع بتغير في قيم مين لازم ان براوزر كويس والانسبكتور مثلا على جوجل كروم، نحاول نعمل انسبكت للاليمنتس عشان نعرف ننادي عليه او نعرف فين الكلاس بتاعه، ولما نيجي نغير نبقى قاصدين بالظبط الكلاس ده سبيسيفيك يعني. تمام. كما ان في بلجنز هتديني ابيليتيز كتيره تخليني ايه الون واعرف عدد الصدور البرمجيه، والامور ديت ان شاء الله باذن الله ربما نحكي فيها يا اما في التوتوريال ده او في التوتوريال اللي جاي باذن الله. تمام ده يا جانب ده النقطه بتاعت الستايلز. ها
يعني يا جماعه ده شاهد او ده جانب، الجانب ده ملوش دخل بموضوع الاوبن سورس في قلب ووردبريس، لكن انا اقدر يعني امنتج على ملفات الستايل سي اس اس في كونتنت مانجمنت سيستم، ما كنتش اقدر امنتج على الواجهه يعني، لا هيبقى الموضوع صعب شويه. لكن انت لو فاهم سي اس اس تقدر تمنتج على كل حاجه انت عايزها، ومش شرط يعني تلتزم بالكنترولز اللي موجوده، هو بيديها لك الثيم اوبشنز رايت وليفت والكلام ده، لا انت لو دارس ومركز شويه عادي ممكن تمنتج على الحاجات اللي انت عايزها، وان كنت لا افضل انك تشتغل على امور حساسه زي كده يعني، لان طبعا ايه الموضوع مربوط بخريطه كامله. تمام رايت جيد، لكن يبدو ان احنا عندنا اوبشنز بيدي لك الابيليتي انك تمنتج في قلب الكور بتاع ملف الستايل سي اس اس رايت اوكي. على الناحيه اليمين بقى ده شغل، طب انا يعني الجانب قبل ما اطلع من النقطه ديت ده شغل الديزاينر، تمام ده شغل اليو اي ديزاينر اللي هم احنا سبيسيفيك على وجه التحديد يعني اقصد، او الاشخاص المؤهلين او المستهدفين من الكورس ده، تمام شغلنا في ملفات الستايلات وملفات السي اس اس والجافا سكريبت والحاجات البسيطه دي. على اليمين بقى التمبلتس، تيجي هنا شغل الديفلوبرز، ادي 404 تمبلت ملف بي اتش بي، الاركايف بي اتش بي، الاوثر بي اتش بي، الكاتيجوري بي اتش بي، ملفات الكومنتات بي اتش بي، الكونتنتس اسايد الجالري بي اتش بي، الكونتنت ايمج، الثيم فوتر، الكلام ده طبعا شغل ده شغل ديفولوبر. انا لو وقفت مثلا على كومنتس دوت بي اتش بي ديت كود بي اتش بي بيور، طيب مين فاهم مين عارف ده شغل ديفولوبر، تمام مش شغل ديزاينر بمعنى ادق يعني، بس ادي نفس الشاهد بنفس السيناريو. لو انت كنت فاهم بمساله البي اتش بي والسيرفر سايد سكريبتنج لانجوج وتفهم تعرف يعني سيشنز ويعني ايه بي اتش بي وريكوايرد وبوست والكلاسات وشويه الحاجات الجميله دي، تمام كده يعني انت برضو عندك الابيليتي ان انت تعدل في ملفات البي اتش بي، وده بالظبط يعني ايه تناغم تام ما بين ملفات الفانكشنز، ما بين الفانكشناليتي بتاعت وورد بريس بي اتش بي، ها وما بين اليوزر انترفيس بجافا سكريبت وسي اس اس، تمام كده زي ما بيقولوا كده ايه تناغم تام، انت ممكن تمنتج على اللي انت عايزه لو انت كنت وات فوكس ومركز في اللي انت بتعمله. تمام من تحت كديزاينر انا ممكن ادي على الفانكشنز، طبعا البي اتش بي الناس اللي درست او عندها خلفيه تفهم كويس يعني فانكشنز، ويعني مثلا داله جيت حاجه كبيره مشهوره في قلب بي اتش بي، و بيدي لك هو زي ايه دوكيومنتيشن للدوال دي وهي بتعمل ايه في قلب ووردبريس. طبعا احنا مش شغلنا ده دلوقتي، لكن ده شغل ايه ان شاء الله باذن الله في مراحل متقدمه في الديفلوبر في الديفلوبينج يعني، تمام. وده جانب جميل خالص حبينا نوصله مع حضراتكم قبل ما ننتقل للبلجن. سعيد جدا مني كنت معاكم في حلقه اليوم ونامل الافاده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا يقضي ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.